الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم تظهر الفحشة في قوم قط، عشان برضو الإنسان يبقى عارف إن في أن سنن الله سبحانه وتعالى الكونية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الإعلان ده مشكلة، لأن الإعلان فيه جهر بالمعصية. ولذلك الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وليه والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. الطاعون اللي هي معنى الطاعون اللي هي الأمراض المرض المنتشر، يعني يكون زي الوباء طاعون والأوجاع، وبعدين في أمراض لم تكن في أسلافهم الذين إيه مضوا، أمراض كده جديدة نسمع عنها كده كل فترة زمنية، نسمع عن مرض إيه، عن مرض جديد، أو يكون مرض تحور عن مرض إيه، عن مرض قديم. لذلك الرسول يقول لك والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.